السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نبدأ الحلقة تبعتنا. طبعا الحلقة الماضية احنا سوينا الداتابيز وسوينا أول صفحة إنه يقرأ لي من الراوت، وحطينا كمان اللي هو اللينك اللي هو البوست. أوكي، الآن احنا جهزنا كل إشي. المفروض إنه أنا أعرض اللايف واير كومبوننت هنا بدل هذا الكتابة لهذا السطر يو آر إن بوست بيج، هنا بدنا نعرض اللايف واير. طيب لو جينا على المشروع تبعنا، فتحنا البوست بليد اللي هو تبع اللايف واير، خلينا نسكر هذول، نسكر الاب، نسكر النافيجيشن، وخلي لي ونسكر الويب. اوكي، نخلي اللي هو الكومبوننت اللي هو تبع البوست اللي كتبنا فيه يو ار ان بوست بيج. اوكي، ونيجي هنا على الاب، على ال HTTP، على اللايف واير، على البوست. في عندنا هنا اللايف واير بوست. اوكي، طيب هذا حكينا انه هو موجود في الريسورسز، في الفيو، في الكومبوننتس، عفوا في اللايف واير، في البوست. اوكي، هنا نكتب مثلا بدل هذا الكلام يو ار ان بوست بيج، نحكي له هنا you are in post live wire page عشان نفرق. اوكي، طيب هذا الكومبوننت انا بدي استدعيه في هذه الصفحه، فالمفروض انه انا هنا اسوي لهذه كومنت او احذفها، تمام، واستدعي اللايف واير اللي هي عن طريق لايف واير، واستدعي اللي هو المسار تبع الكومبوننت posts. اوكي، فاحكي له posts. خلينا نشوف كيف ايش راح يصير معنا. لو سوينا ريفرش لاحظ انه هو صار يقرا لي من اللايف واير بليت يو ار ان بوستس لايف واير بيج. اوكي، تمام، جميل جدا. لو شلنا هذه وخليناها موجوده، فالمفروض انه حاليا يطلع لي هذا السطر بالإضافة إلى السطر اللي موجود في يو ار بوست لايف واير بيج. أوكي، أوكي، تمام، ممتاز جدا. فمعناته نقدر إنه إحنا نساوي البليت تبعنا أو من عن طريق الكنترولر، ونقدر إنه نحط البليت تبع اللايف واير، أوكي، الكومبوننت تبع اللايف واير بداخل الصفحات مع الشغل تبعنا. اوكي، فمعناته انه مش لازم اللايف واير تكون شغاله لوحدها، تمام. انا هذه الفكره اللي حابب اوصلها. فمعناته خلينا نمسح هذا السطر ونخلينا على اللايف واير. فمعناته هيك احنا خلصنا من الفيو بوست دوت بليد. هنشتغل على الكومبوننت اللايف واير كومبوننت اللي هو البوست الكلاس، وهنشتغل على البليد تبعته. اوكي، تمام. ايش اول حاجة احنا بدنا نسويها؟ طبعا احنا بدنا نبني جدول نعرض فيه جميع البيانات اللي دخلناها في الداتابيز. طبعا هنبني تيبل عن طريق التيلوين سي اس اس. بدنا نحاول مع بعض، اوكي، نشوف كيف راح نبني هذا التيبل. فمعناته خلينا ننشئ هنا فانكشن جديد نجيب فيه البيانات تبعت البوستس. اوكي، فهنحكي له هنا public function او خلينا نسميها مثلا all posts. اوكي، ونقول له هنا استدعي لي الموديل تبعت البوست، لانه انا عندي لايف واير اسمه بوست والموديل تبعي اسمه بوست. هنا عندي بوست وعندي لايف واير اسمه بوست. اوكي، فانا بدي استدعي الموديل تبعت البوست. فايش احكي له هنا؟ return البوست من وين؟ من الاب موديل. اوكي، فمعناته انه هو هنا جاب لي use app model posts post. عفوا، نحكي له order by desk او دي اسندنج اللي هي عن طريق الاي دي. اوكي، بنقدر ان نسويها بالطريقه هذه، وبنقدر ان نسويها اوردر باي اي دي ونعطي له الباراميتر الثاني دي اسندنج. اوكي،
تمام. order by دي ascending اللي هي عن طريق الحقل اي دي، اوكي ما هنستدعيها عن طريق الـ created at لانه كل البيانات اللي احنا دخلناها ماخذه نفس التاريخ، اوكي فمعناته هنا هنحكي له paginate، نعطي له اللي هي البيجينيشن 5 مثلا، نعرض 5 في كل صفحه. طيب البيجينيت هذه في اللايف وير لازم نستدعي شغله المكتبه تبعت التريد تبعت البيجينيشن، اوكي فايش راح نسوي عشان نعرف البيجينيشن هنا في اللايف وير؟ هنا هنيجي نحكي له يوز with pagination، اوكي استدعيها من المكتبه تبعت اللايف واير with pagination، اوكي تمام. احنا حاليا شغالين على الباجينيت، سوينا باجينيت اللي هي الفايل. طيب هناخد هذه الاول بوست ونسوي لها دمج مع الفيو اللي هنا، طبعا مش مثل لارافيل العادي لازم تكون عن طريق الري، اوكي فهنا نحكي له posts اوكي يدلي على this اللي هي all posts، تمام فمعناته انا حاليا قلت لللايف واير انه جيب لي هذه الصفحه اوكي وبعث لي معها الباراميتر posts اللي هو اللي بداخله جميع البوست هذه، اوكي تمام. فمعناته أنا لو رحت على الـ resource على الـ views على الـ live wire على الـ post اللي هي الـ blade تبعتها ومسحت هذا البيان، وهنا المفروض إنه إحنا بدنا نبني التيبل تبعنا، أوكي خلينا نبني أول حاجة تيبل بدون tailwind بدون أي إشي حتى بدون bootstrap بدون أي حاجة، تيبل أوكي t-head tr th، اوكي هنا عندنا th ايش هنستدعي فيها الاي دي، اوكي وفي عندنا الصوره خلي هنا الايمج، وعندنا هنا الاي دي خلي الاي دي قبل وهي الايمج وهذا التايتل، اوكي وهنا نحكي له الاكشن اوكي اللي هي زر التعديل وزر الحذف اللي راح نشتغل عليهم في هذا المثال، اوكي هنا اكشن تمام. نفس الكلام هذا كوبي هنسويه للبادي، اوكي بدل التي هيد هتصير تي بادي، اوكي وهنا بدل التي اتش هتصير تي دي، تمام. طيب المفروض انه تي ار هذه نسوي لها الفور ايتش، فمعناته هنحكي له اد فور ايتش اللي هي البوست از بوست، اوكي كاننا بنتعامل مع لارافيل عادي جدا، اوكي خلينا بدل الفور ايتش هذه نخليها ايلس، اوكي هنا بعد التي ار نسوي له اد امبتي بدون القوسين، اوكي نقول له هنا تي ار تي دي، نقول له هنا كولس بان اللي هو 4، نحكي له هنا نو بوست فولد، نو بوست فولد لا يوجد مقالات. بعد الام بي تي هنقول له اند فور ايلس، اوكي تمام جميل جدا. معناته انا بدي اعرض البوست هذه في الاي دي هتصير بوست اي دي، اوكي وعندنا الايمج، عندنا الايمج هتصير اسيت هيقرا من الببليك اللي هو الايمجز سلاش دوت اللي هي البوست ايمج، ونعطي له هنا
المفروض انه هنا يكون ايمج، ايمج الاس ار سي تبعتها هتكون الاسيت ايمجز والاسم الايمج اللي مسد في الداتابيز، وهنا في التايتل هيكون اللي هو البوست تايتل. اوكي هنا الدولار ناخذ هذا كوبي، نيجي على التايتل هيكون كوبي للتايتل، وعندنا الاكشن خلي الاكشن مثل ما هو، راح نشتغل عليه كمان شوي. طيب خلينا نشوف ايش اللي هيصير عندنا. طبعا التيبل لسه ما في اي حاجه خاصه لا بالتيل ويند ولا ببوتستراب، تمام. لو سوينا ريفرش في عندنا هنا البوست الفاريبل بوست، اوكي هنا عندنا بوست المفروض لانه احنا جايبينها من اللايف وير عباره عن بوست، غلطه مني. نجي نشوف ريفرش، اوكي تمام جميل جدا، الصوره حجمها كبير، جاب لي البيانات التايتل الاكشن وهذا الاي دي. اوكي انا خلينا هنا بس في الايمج نعمل له ويب، نقول له 80 بكسل مثلا. اوكي جميل جدا، عندنا هنا تيبل بدون اي ستايل، راح نشتغل عليه اللي هو نشوف الستايل تبعت التيلويند سي اس اس. طبعا لو اجينا هنا على التيلويند سي اس اس، اجينا على الدوكيومنتيشن، كيف طريقتها؟ الطريقة تقريبا مشابهة جدا للبوتستراب، لكن الفرق الوحيد انه جميع الكلاسات انت بدك تكتبها في الكلاس، مش هتستخدم اي ملف سي اس اس او كاستومايز سي اس اس سي اس اس غالبا غالبا. اوكي حط خط تحت غالبا، يعني ممكن انه انت تستخدم ملف سي اس اس جانبي لكن قليل هتستخدمها. مثلا خلينا نشوف بعض الامور اللي بيقدم لنا اياها التيلويند. في عندنا هنا الفوكس رينج يوتيليتيز، مثلا لو سوينا هيك هنا عطينا بعض الامثله، مثلا هذا الزر لاحظ انه هو سوليد، اوكي انه ما في اي حركه حوالينه. هنا في عندنا بوردر خفيف جدا او شادو بالاصح او حلقه على الزر. هنا في عندنا الرينج عادي، اوكي طبعا هنا بنضيف كلاس الرينج حوالين الزر هذا. هنا عندنا الرينج نمبر 4 اللي هو حجم الرينج هذا 4 بكسل تقريبا. اوكي وفي عندنا طبعا حاجات كثير ممكن انه احنا نستخدمها، رينج 0 رينج 1 رينج 2 رينج 4 رينج 8 رينج ورينج انسيت. في عندنا مثلا هذا مثال حاطط لنا بوتون مع الفوكس، يعني انه هذا اللي فعال، اوكي فوكس، وحاطط لي عليه رينج 4 فوكس رينج جرين 500 اللي هو درجه اللون تبعت الرينج هذه، اوكي وفوكس رينج اوبسيتي 50، يعني عامل لي الاوبسيتي او درجه الوضوح تبعت الرينج هذه 50 درجة. اوكي طبعا الاوبسيتي من صفر ل 1 ل 100 عفوا، فهنا هو حاططها نص. اوكي هنا عملنا مثالين تقريبا على هذا الرينج، هنا رينج 4 رينج بينك، حاطط لي بس رينج والكلر تبعته بينك، اوكي ودرجتها 300. هنا حاطط لي رينج انسيت، يعني خلي لي الرينج من داخل البوتون، اوكي مش من الخارج، تمام. في عنا طبعا هو شارح كل حاجه في المنيو هنا، اوكي مثلا من الانستليشن للاوبتمايزيشن. احنا بهمنا عده شغلات، مثلا اللي هي اللي اوتس، مثلا الكونتينر ايش نسوي في الكونتينر، اذا كان نم عادي هيكون الويد 100%، اذا كان اس ام اوكي هيكون الماكس ويد اللي هو 640 بكسل، ام دي ال جي اكس ال و 2 اكس ال. اوكي هنا لاحظ انه هو حاطط كونتينر وام اكس اوتو، يعني على حسب الشاشه. اوكي هنا حاطط لنا بي اكس
فور. ايش معنات بي اكس؟ يعني بادينج بس على المستوى اللي هو الهوريزونتال يمين ويسار. اوكي جيب لي من هنا بادينج 4 من اليمين و4 من اليسار، ف بي اكس اللي هي على المستوى الهوريزونتال، بي واي على مستوى الفيرتيكال. اوكي الواي خط الطول والخط الطول، اوكي، والاكس اللي هي خط العرض. تمام. طيب هو هنا عامل لك بس شرح لكل الكلاسات اللي هو موفر لك اياها، بتقدر انك تدخل عليها وتشوف كيف تتحكم فيها. مثلا هنا الفونت سايز، انه اذا بدك تصغر حجم الخط اوكي تكبره، لكل واحد له حجم معين. اوكي تمام، هذه الامثله تبعتها. في عندنا اللاين هايت برضو في عليها امثله، في عندك اللاين سبيسنج هي عليها امثله برضو، الليست ستايل بوزيشن كيف طريقه هاي كيف طريقه هذه، كله موجود. اوكي تمام. في عندنا كمان الباك جراوند هنا، باك جراوند كلر. اوكي هذه الباك جراوند كلر، في عندنا طبعا موفر هو جميع الالوان اللي موجوده، بتقدر انك تحط بي جي واسم الكلر واسم الدرجه تبعته. لاحظ هنا هي على مستوى الجري، بدا من هذا اللون اوكي لحد الجري 900 اللي هو الرصاصي غامق القريب للاسود. اوكي في عندك الريد من ال 50 اللي هو افتح شيء في الاحمر لحد اغمق حاجه في اللون الاحمر، والاصفر والبني الاخضر الازرق البنفسجي. اوكي عندك جميع الالوان تقريبا هو موفرها، فهي الشغله تقريبا شبيهه كثير في البوتستراب، لكن المشكله انه انت لازم تجمع جميع الاسماء الكلاسات وتحطها بالكلاس. اوكي تمام، خلينا نبدا احنا معنا في التيبل. اوكي نرجع للمثال تبعنا، نساوي الستايل تبع التيبل. فهنا نحكي بالكلاس، اول حاجه انا بدي اياه تيبل يكون على على كامل الكونتينر اللي هو موجود بداخله، فنكتب له هنا مثلا الويب فول. اوكي دبليو ماينس فول. اوكي هذه واحد من الكلاسات، انه هذه بتعبر الدبليو عن الويب اللي هي العرض، وفول انه معناته انه على الكامل، فمعناته انه انا في عندي كذا خيار ممكن انه انا احطهم بعد ال W. اوكي هذه جميع الخيارات. لو انت بتستخدم الاوتو كومبليت عندك في الايديتور راح يطلع لك اياهم كاملين. اوكي ونخلي يحط لي كلاس ديفايد واي، يعني يحط لي فواصل على الواي على مستوى الفيرتيكال. اوكي يكون الخط اللي على بين الحقول اللي هو هيكون جراي، نكتب له ديفايد جراي مثلا نخليه 200. اوكي تمام، عندنا التي اتش هذه هناخذها كامله مثل ما هي، هنسوي لها نفس الكلاس مع بعض، كلاس نقول له بي اكس انه سوي لي بادنج من اليمين ومن اليسار مثلا 6 بكسل. اوكي نقول له بي واي 3 بكسل، وسوي لي بوردر بوتوم بوتوم اللي هي البي، وخلي يعطيني عليها درجة 2. اوكي نخلي لون البوردر برضو جراي 200، بوردر جراي 200، نخليهم مثلا التكست او النص يبدا من اليمين، انا احكي له تكست ليفت. اوكي
اوكي، بيكون اللون تبع الخط مثلا لونه ازرق تكست بلو، يكون الحجم تبع اللون درجه اللون مثلا 500 اللي هو ازرق غامق شوي. وفي عندنا شغله اسمها تراكينج وايدر، انه وسع لي المسافات. اوكي خلينا نشوف ايش راح يصير معنا. طيب هنا عندنا في البادي، خلينا نسوي البادي اللي كلاس تبعها نخليه ابيض، كلاس نقول له بي جي وايت، خلي لي الخلفيه تبعت التي بادي ابيض، ديفايد واي برضو و ديفايد جري واي، واي جري جري 200. تمام عندنا هنا تي دي، خلينا نسويها مع بعض، غالبا هتكون نفس الشيء اللي فوق اللي هي البي اكس 6 بي واي 3. نحكي له البوردر بي اللي هو البوتون، وبوردر جري 200. اوكي خلينا نشوف ايش راح يسوي معنا هنا. اوكي تمام، خلينا ناخذ هذا الكلاس برضو نسويه للتي دي الاخير هذا، نقول بسم الله ونشوف ايش راح يصير عندنا. ريفرش. اوكي جميل جدا، طلع عندنا تيبل. اوكي رتب لي اياه، عندي الاي دي، عندي الايمج، عندي التايتل، اوكي وعندي الاكشن. اوكي تمام جميل جدا. طيب نسوي اللي هو البيجينيشن. اوكي فنحكي له هنا مثلا بعد التيبل نحكي له مثلا ديف. اوكي يكون الكلاس تبعها مثلا بادينج من التوب، بادينج توب اللي هو مثلا 4. اوكي نعمل له اللي هو البوست اللي هي اللينكس، طبعا هو راح يعتمد على التمبلت تبعت الباجينيشن تبعت التيل ويند، اوكي مش تبعت البوتستراب. خلينا نشوف ايش الشكل ايش راح يصير معنا. جميل جدا، هنا showing 1 من 5 و 1 to 5 of 50 results. لو سوينا 2 لاحظ انه مثل ما شرحنا في الكورس الاول تبع اللايف واير انه هنا ما في لودينج. اوكي معناته انه تيربو لينكس هو مدمج اوريدي مع اللايف واير. تمام طيب نكمل هالحلقه الجايه، يعطيكم العافيه. اذا كنت اول مره تشوف القناه لا تنسى تشترك في القناه والاعجاب ومشاركه القناه ودعوه في ظهر الغيب، ويعطيكم العافيه.